اشنو هذا الخطاب؟ شنو هذا الشيء حوار؟ هذا الشيء استاذ، هذا الشيء هذا كيشكل خطر على سوق الثلاث بالكل. يعني كاين اللي كيجيب خيط من محلو في جناح واحد ولا في جناح جوج ولا ما عرفت منين كيجيبو، كيدوزو لمحل اخر عنده بركه في جهه الخضاره، كيدوز يعني خيوط عشوائيه. هاد خيوط عشوائيه كيتم الربط ديالهم يعني من العدادات اخرين، وكيدوزو للبرارك هنايا وكيهددوا يعني المحلات ديال ناس اخرين، ديال التجار اخرين. دابا انت كتشوف هذا، دابا خصوصا في هذه الاجواء الحاره انت شتي. دابا شوف معنا يعني شوف معنا الكابل كي داير، هذا واش يعني كيشكل خطر بالنسبه لك انت ولا لا؟ يعني ممكن في اي لحظه ممكن يتحرك السوق. في اي لحظه يمكن ماشي غير يتحرك السوق، غير يتحرك بالكل، غير يمشي بالكل. لان هذا ماشي جاي من شي بلاصه غير قريبه ولا شي حاجه، راه كيجي من واحد 300 متر، 200 متر، 250 متر. وغادي نزيد نوريك واحد الحاله اخرى اللي هي هذه. هي انت شوف هذا راه كابل داخل في ذاك التيو وجاي ما عرفت منين جاي هنايا في جهه الزنقه الخرازه لهي، وغادي لجهه الخضاره. وها انت راه كيبان لك من لهي، انت راه شتي من لهي. وشوف ضرب لي على جهه الخضاره كاملين راه ما كاينش عداد تما في جهه البرارك الا وكيجي من هنايا من جناح 6 وجناح 5 وجناح يعني الزناقي الخرازه ولهي وفي الشارع هنا من تيجي هذا الضو هذا. وشوف دابا انت، هذا قلنا لك دابا جاي ماشي 300 متر. دابا شوف في غادي، راه شوف في غادي، رد البال صور مزيان، راه غادي نجرو وغيبان لك في غادي. شتيه انت هذا؟ شوف راه هذا دابا راه جاي من تقريبا جاي من وسط الشارع الكبير لهي، وراه غادي لجهه البرك. انت ها واش كيبان لك ولا لا؟ انت ودايز فوق محلات ديال عباد الله. يعني وهذا الشيء واش السلطات شافت هذا الشيء ولا ما شافتوش؟ الله اعلم، حنا هذا الشيء هنا ما نهضروا عليه. وعينا من كيتسبب فيه مول المحل دابا كيبغي اللي يعاونو في الضو، اللي يعاونو في الورقه ديال الضو، يجي واحد كيعطيه كابل، كيجيب كابل ديالو. يعني هادو يعني سارقين الضو، سارقين الضو وكيهددو عباد الله. وهذا هو المشكل، وهذا هو السبب الرئيسي ديال 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 الحرائق اللي كيتسبب في الحرائق. يعني الحرائق اللي كنا كنشوفو، يعني اللي كنا كنشوفو من قبل، واش هذا هو السبب ديالهم الرئيسي؟ دابا اش بان لك انت دابا هذا ماشي سبب رئيسي؟ هذا ماشي سبب رئيسي. ها انت هذا ماشي سبب رئيسي. هذا واش هذا ما غادي ما تاكلش الشمس؟ انت الكوابل هنا مشتتين، يعني كابل خور هذا، كابل خور هذا، وها واحد خور كيف قلنا، ها هو من جاي. شتيه؟ ها هو من جاي. ها انت هذا راه لا تبعتيه، تلقاه جا في واحد 300 متر ولا 400 متر. هو في غادي جهه الخضاره، غادي للبرارك. واش واحد الهدف ديال هذا دابا؟ انت شوف يعني تبعوا من اللي تبعوا منين جاي، تبعوا منين جاي. انت كابل ديال الضو، هذا هو في غادي. واحد كيشوف غير الهدف ديالو انه يكون عنده الضو في المحل، يكون عنده الضو في المحل ديالو، لكن ما كيشوفش انه غادي يتعدى على بزاف ديال الاسر. انت شوف هذا البلاستيك، هذا شوف هذا البلاستيك هذا راه كلاتو الشمس، كيفاش ما غاديش يتكال هذا؟ انت واش تفهمنا استاذ ولا لا؟ اذا ماشي غير هذا اللي كاين، ها واحد اخر ليه في جهه، يعني كابل اخر. ها انت كابل اخر، هو في غادي، ها الاخر من جهه، ها هو شتيه؟ راه ودان ديال الضوء، عرفتي شنو ودان؟ ودان ديال الضوء، ودان ديال 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 لي كابل. لا احد يعني يحرك ساكنه ولحد الان اخويا، هنا ما نهضروا في هذا الشيء هذا، وهذا الشيء في مصلحه الجميع. الله يهدي بعض التجار انه باش يدير هذا الشيء هذا وكيشوف غير راسو، يعني ما كيشوفش يعني المصلحه ديال الناس اخرين، ما كيشوفش الناس المصلحه ديال الناس اخرين، ما كيشوفش ان واحد مسكين عنده غير يعني داك المحل وكيتسالوا فيه كريدي وعنده طريطات وعنده شيكات وعنده بزاف ديال المشاكل بحال هكا، وانت تجي تهددو بكابل ديال الضو، وما كتهددوش غير هو، كتهدد الاسره ديالو كامله، لان القوت اليومي ديالو كيجبدو من تما. فلذلك خصنا حنا نشوفوا شي حل لهذا الكوابل وهذا الربط العشوائي اللي كيجتاح سوق ثلاث بالكل، يعني من باب 6 لباب الواحد. كيفاش ان كنلقاو الغضب ديال البراكات في جهه الجناح اللي فيه اصحاب الخضر والفواكه، كلهم عندهم الضو، ومنين جاوا هذا الضو هذا؟ الله اعلم. الناس شي كيعاطي لشي، والضغط وصحاب الضو مساكن راه ديما كيعانوا مع هذه القضيه هذه، ديما طيح الضو، ديما البوست طايحه، ديما سخونين البوستات، ديما عينا من هذا الشيء هذا. لذلك خصنا شي حل اخويا لهذا الشيء هذا. والعشوائيه راه انت كتشوف بعينيك، ما تقدرش كاع نقول لك اوديها
انت بعينك غتشوف وكلشي غيبان لك. انت الكو بلي سير نوريك وحدين اخرين. انت واحد اخر او واحد اخر وهذا اللي جيتي تشوف. شوف انت يعني راه جاي هذا جاي جاي من 600 متر ولا 800 متر فوق وهو في غادي هو في غادي راه واحد اخر راه ما كنهضروش على ديال لونتير ما كنهضروش على ديال البارابورات كنهضروا على الضو كنهضروا على الضو. علاش ما عندكش الضو ديال بحال كيف دار السيد راه دار طاقات شمسيه وخدام بهم بحال هذاك السيد هذاك ما ضر حد ما ضر حتى واحد ما كيهد حتى واحد دار الطاقات ديالو وخدام بهم. علاش؟ ان اعطى الله واحد الضمير انه كيفكر في راسو كيفكر كذلك في الجيران ديالو في الناس اللي معاه في السوق. رسالتك الاخيره باش نختم الله ايوا كنتمنى من الجهات المسؤوله انهم يعني يشوفوا كيفاش يديروا مع الظاهره هذه اللي ولات كتهدد السوق يعني جناح بجناح وزنقه بزنقه وكنتمنوا يديروا شي حل في اقرب وقت ممكن لان هذا الشيء هذا كيضر اولا يعني بالناس ديال 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 المكتب الوطني كهرباء وكيضر كذلك بالناس ديال التجار وكيضر كذلك بالناس المسؤولين لان هذا الشيء هذا ملي كتوقع كارثه نسعى الله السلامه فكيضر فيها جميع الجهات من التاجر الصغير من المسؤول من الجهاز الامني من كل شيء كيضر يعني كيولي كل شيء مديرونجي في هذا الشيء هذا. لذلك باش نتجاوزوا هذا الشيء خاص يدار حل لهذا المشكل هذا. والسلام عليكم.